صنعاء المترفين تنكل بالجائعين. اليوم في صنعاء طبقة فاحشة الثراء وأخرى لجوع معدمين. كيف استخدمت ميليشيا الحوثي أدوات القهر ضد المحتجين؟ ما هو دور الشرعية والتحالف إزاء ما يحدث في صنعاء؟ وكيف يمكن الوقوف أمام إرهاب الميليشيا بحق المدنيين؟ أهلا بكم. في صنعاء طبقة عنصرية لم تنقطع مرتباتها، تسيطر على مصادر دخل الدولة والوظيفة العامة، وتسيطر على الاقتصاد الخاص والاستثمار، وتتاجر بالوقود والغاز والمعونات في السوق السوداء. وفي صنعاء أيضا طبقة معدمة تنتهي لديها فرص الحياة، خرجت تعلن احتجاجها باحثة عن لقمة خبز وماء وكرامة. فاستخدمت ميليشيا الحوثي أصحاب السوابق وألبستهم الزي العسكري ومنحتهم إمكانيات لتوظيف نزعتهم الإجرامية بحق الناس وارتكاب المزيد من القهر بحق المدنيين. في صنعاء أصوات حقيقية تقاوم ولم تجد الإسناد الحقيقي. تغيب الشرعية هنا وتغيب معركتها، وهي التي اعتادت الاكتفاء ببيان تنزع به حرج الإدانة. كيف يمكن الوقوف أمام جبروت الميليشيا وممارستها القمعية ضد المدنيين؟ أليس أكبر دعم لصنعاء هو تحريرها؟ لماذا لا توجد مواكبة حقوقية على المستوى الدولي؟ ولماذا تم تهميش قضية صنعاء، خصوصا أن مكاتب كل المنظمات الحقوقية فيها؟ هم جاوا عين بكر نحن أبغر سبو أينهم؟ تقول الله هيدا الجاوة ها الله نشبيه بكر معاوي. تقول الأساطير إنها مدينة سام بن نوح، وفيها جرت حادثة الطوفان الشهيرة، ومن أشجارها صنعت سفينة نوح التي حملت من كل زوج اثنين. وتقول المرويات التاريخية إنها واحدة من أقدم المدن في كوكب الأرض بحسب الغنائيات المرتبطة بالمدينة والتي شكلت خلاصة الغناء اليمني. في صنعاء تبرز الفجوات الاجتماعية والاقتصادية أكثر من أي وقت مضى، وباتت الطبقية حادة تتوسع كل يوم باتساع الجروح المفتوحة لمدينة باتت رهينة السوق السوداء والمشرف المسلح وما يسمى بالزينبيات، والشكل الجديد للسلطة الذي حول صنعاء إلى مدينة مغلقة وأفق مسدود. في صنعاء أيضا طبقة معدمة تتضاءل فيها فرص الحياة، خرجت تعلن احتجاجها ضد الجوع، فاستخدم الحوثي أصحاب السوابق وألبسهم الزي العسكري ومنحهم مقدرات الدولة وضاعف نزعتهم الإجرامية بحق الناس وارتكب المزيد من القهر ضد المدنيين. صنعاء من الداخل سجون وسجان، وأصوات أمهات في المدينة يطفن في الشوارع وعلى أبواب مكاتب الأمم المتحدة يناشدن من أجل إطلاق سراح أولادهن، يعرفن أنفسهن باسم رابطة أمهات المختطفين، ولم يسلمن من الاعتداءات المتكررة في وقفاتهن الاحتجاجية في ظل صمت غريب من المنظمات الحقوقية الدولية. أطلال الدولة الجمهورية في صنعاء باتت مكشوفة الظهر من اللحظة التي أصبح فيها سلاح الدولة المنهوب يطلق النار على الدولة، وفي ذات الوقت الذي أطلق فيه النار على صنعاء الزمان والمكان والإنسان، باتت المدينة عاصمة السطو بامتياز، السطو على البنوك والسطو على الشركات والسطو على الممتلكات ومحلات الصرافة، وقبل ذلك كله السطو على الإنسان وإرادته. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب رئيس المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء الأستاذ محمد العرشاني، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك، أهلا بك أستاذ محمد. إذا لا تزال صنعاء تحت وقع عنف ممنهج يمارس ضدها أو تمارسه عناصر ميليشيا الحوثي ضد السكان بحسب ما وردنا أيضا من معلومات خلال هذه اليومين، ما هي معلوماتك أنت؟
أولا في البداية نشكر قناة سهيل قناة بلقيس بلقيس على استضافتنا في هذه الأيام وفي هذا الظرف الراهن الذي تعيش اليمن بصدده، الظرف الصعب والحالة الحرجة التي يمر بها شعبنا في ظل هذه الموجة من الغلاء الفاحش ومن الظلم الذي يضام به شعبنا جراء هذه الميليشيات الظالمة التي استمرأت الظلم وجعلته لها خلقا وديدنا. وما يجري في صنعاء اليوم ليس بغريب على هؤلاء، فإنهم على مدار تاريخهم إنما يعني كل حياتهم ظلم واستعباد واستبداد بالخلق، ولأنهم ظلاميون ولا يحبون العلم فإنهم يمارسون أبشع أنواع القهر والتعذيب لطلاب العلم وطالبات العلم في صنعاء، لأن العلم نور والجهل ظلام، وهم لا يقدرون أن يعيشوا إلا في ظل الظلام وهو الجهل، ولا يستطيعون أن يؤثروا إلا في المجتمعات التي لا تزال جاهلة. ولذلك فإنهم يضيقون ذرعا من طلاب العلم وطالبات العلم، وما يحدث اليوم وما حدث في الأمس في جامعة صنعاء خير دليل على ما تمارس به هذه الميليشيات وما تقوم به من عصف وقهر وجور وظلم على أبنائنا وبناتنا في الجامعة. نعم. صنعاء تشتكي، صنعاء تئن. نعم. تئن تحت ضربات هؤلاء الظلمة، تنادي أبنائها من أطراف اليمن أن أغيذوني فإنني قد أصبحت رهينة تحت هؤلاء الظلمة وحكمهم. من سيمكنه ولذلك إغاثتها؟ فإن تحرير صنعاء واجب يعني على كل اليمنيين. من سيمكن إغاثة صنعاء كما تقول وهي التي تنادي أبنائها؟ ونحن نعلم مدى وحشية ميليشيا الحوثي وكيف قمعت مجرد فكرة خروج لأناس هزهم الجوع وأرادوا الانتصار لكرامتهم، ومع ذلك يعني وجدنا عروض عسكرية، وجدنا أناس مدججين بالسلاح، وجدنا قمع حقيقي لكل من تسول له نفسه أن يفكر فقط بمسيرة سلمية. فمن يمكن أن ينجد صنعاء إن لم تكن الحكومة الشرعية والتحالف؟ تحرير صنعاء واجب على كل اليمنيين، لأن صنعاء هي حاضرة اليمن وهي أم اليمن جميعا. واليوم أدبر الليل وجاء النهار، وأسفرت هذه المعركة عن حقائق لا مراء فيها، حقائق كرابعة الشمس في وسط النهار. الحقيقة الأولى وضوح العدو، العدو الذي استطاع أن يجرجر وراءه أولئك التهماء من الناس والجهلاء، وأن يغرهم بشعاراته الزائفة سقوط الجرعة ومكافحة الفساد والوقوف مع الفقراء والمساكين والوقوف مع الشعب. كل هذه الشعارات أصبحت كذبا في كذب، دجلا في دجل، وثوب الرياء يشف عما تحته كما يقال، وإذا التحفت به فإنك عاري. الحقيقة الثانية وضوح المعركة، فالمعركة بين حق وباطل، المعركة بين جماعة تريد أن تستولي على كل مقدرات وخيرات وثروات اليمن، وأن تستعبد الإنسان والحيوان والأرض، وأن نصبح جميعا إنما نحن مجرد سقط متاع عندهم. ولذلك فإن إنسانيتنا تتطلب منا أن نقف وقفة رجل واحد، أن نقاوم بكل أنواع المقاومة، أن نظل نتابع وبإلحاح تحرير يمننا من أقصاه إلى أقصاه. الحقيقة الثالثة التي أسفرت عنها هذه المعركة وهو وضوح الحل. نعم. الحل إذن مع هؤلاء لا يجدي أبدا عبر الحوارات وعبر المفاوضات وعبر الهدن، الحل معهم إنما هي لغة القوة، لغة الرصاص، لغة البندقية. ولذلك هم عندهم مبدأ من ليس معي فهو ضدي، حتى أولئك الذين يقبعون في بيوتهم ولا يمارسون أي نوع من أنواع المقاومة هم في الأخير عندهم مستهدفون ولا يمكن أن يتركوهم.
والحل أن يثأر الشعب وأن يثور كل في مجال تخصصه وموهبته ومقدرته وإمكاناته. هذا هو الحل، أن تكون هناك ثورة عارمة تعم جميع مدن وقرى اليمن، والشعوب التي تهوى الحرية وتقف ضد الظلم لا يمكن أن تتحرر إلا عبر الشعوب. لا نعم تستطيع جماعة سنتحدث عن هذه النقطة أن يقوموا بتحرير محمد. وطن كامل. نعم سنتحدث عنها، ولكن قبل ذلك يعني هناك نعم. مفارقة كبيرة تشهدها العاصمة صنعاء، يتحدث يعني عن هذه المفارقة من يعيشون في هذه المدينة، نمو طبقة فاحشة الثراء، عمائر جديدة وفلل جديدة وسيارات آخر موديلات، والجار الذي كان يعرف ما بحوزة جاره وجد لديه 5-6 سيارات آخر موديل، كل هذا بالمقابل هناك طبقة تزداد سحقا وتزداد جوعا في ظل هذا اللا توازن، يعني مع وجود هذه الطبقة الغنية تتفاقم رقعة الطبقة الفقراء، كيف تفسر هذه المفارقة؟ سياسة التجويع والإفكار هذه سياسة متعمدة لدى هذه الجماعة التي ورثت هذه الثقافة وهذا المفهوم منذ أسيادهم، فعندهم سياسة جوع كلبك يتبعك، وعندهم هدف أن يبقى اليمنيون إنما يبحثون عن لقمة الخبز، لا يجرؤون أمام الظالم ولا يجرؤون أمام ما يمارس ضدهم من القهر والتعذيب والتنكيل، ولذلك هم يأخذون ثروات اليمن ويمتصون ثروات اليمن على حساب الفقراء والمساكين، وهذا ما أثبت زيف شعاراتهم التي كانوا يتغنون بها قبل هذه الثورة بأنهم إلى صف الفقراء وإلى صف المساكين، فلما استمكنوا ولما استطاعوا أن يتولوا لم يعد هناك أي اعتبار لأي إنسان، هم إنما يريدون أن يقيموا أنفسهم وأن ينعموا بخيرات هذا الشعب ويمتصوا أموال هذا الشعب على حساب هذا الشعب، فليس عندهم اعتبارات للآخرين، لأنهم عندهم عقيدة أنهم أسياد والآخرون عبيد، ولذلك فإن من حق العبيد كما يعتقدون أن يكونوا فقراء وأن يكونوا ذوي حاجة وعوز من أجل أن بعد ذلك يعطوهم من فتات الخبز كي يعيشوا وهم تحت الظلم والقهر يصبحون عبيدا. والذي لا يملك قوت بطنه لا يملك حريته، والشعوب التي تمتهن كرامتها إنما تمتهن كرامتها في البداية من عبر بطونها، ولذلك ما نراه اليوم في صنعاء من طبقية أصبحت ظاهرة، هم يرفلون في النعم، هم يأكلون ما لذ وطاب، والشعب يأكل من فتات الخبز ويأكل من برامل القمامة، هذه سياسة متعمدة، وسيكون هناك المزيد إذا لم يكن هناك ثورة، إذا لم يكن هناك مقاومة، إذا لم يكن هناك وقوف ضد الظلم، والذين يسكتون ويظلون في بيوتهم ستنالهم هذه العقوبات، وهم اليوم ينالونها، حتى الذي يخاف على وظيفته أو يخاف على راتبه هم اليوم بدون وظائف وهم اليوم بدون رواتب، فإما أن نقوم ونقاوم هذا الظلم أو نسكت وسيحل البلاء والكارثة ستحل على الجميع. نعم إذا اسمح لي أستاذ محمد أن ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي همدان العلي من القاهرة. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. من خلال متابعتنا أستاذ همدان، وبالتأكيد أنت تتابع، من الواضح أن الميليشيا تسعى للحفاظ على ما لديها من مال وسلاح بكل الطرق التي يعني لا يتصورها عقل، إلى متى تتوقع أن يستمر هذا الأمر؟ في البداية يجب أن ندرك جيدا بأن الميليشيا الحوثي أطلقت على نفسها مسمى المسيرة القرآنية، معنى المسيرة بأنها ستستمر إلى ما نهاية أو إلى حين أن يأتي طرف ما يوقفها عند حدها ويقوم باجتثاثها أو انتزاع السلاح من يدها. جماعة الحوثي تحرص على السلاح وعلى المال
لأنها تعرف جيدا بأن ليس لها قبول مجتمعي، ويعني ستفشل في أي معركة ديمقراطية وانتخابية، وليس أمامها كي تحافظ على السلطة والمكانة التي وصلت إليها إلا أن تستخدم السلاح والمال لتمرير أهدافها وتثبيت وجودها وسيطرتها. أنا أؤكد على ما قاله ضيفك الكريم بأن ميليشيا الحوثي تمارس سياسة التجويع يعني قصدا ويعني لتحقيق كثير من الأهداف، منها أهداف سياسية وأهداف عسكرية وأهداف طائفية. أيضا ميليشيا الحوثي تحرص على تجويع الناس للدفع بهم إلى جبهات القتال. عندما يحرم الموظف والمدرس، عندما يحرم الموظف المدني بشكل عام من راتبه ويتم فتح بوابة التجنيد فقط كوسيلة أو كفرصة للحصول على راتب، فإن المواطن يجبر على ترك منزله والذهاب إلى جبهات القتال من أجل أن يشبع أفراد أسرته براتب لا يعني لا يزيد عن 30,000 ريال أو سلة غذائية توزع للمقاتلين. وهذا ما يحصل فعلا، يعني كما نعرف وكما يعني بحسب تواصلاتنا مع الداخل نعرف جرحى ونعرف مقاتلين قاتلوا مع الحوثي وهم لا يؤمنون بمنطقة الحوثي ولا بكلامه، ولكنه يقول لنا باختصار يعني هل تريدون منا أن نترك نساءنا في الشوارع تمد أيديها للناس، أو هل تريدون منا أن نموت؟ وهذا أمر طبيعي. وبالتالي ميليشيا الحوثي تحرص على تجويع الناس بهدف تحقيق هذا الهدف العسكري. أيضا بالنسبة للهدف السياسي، فإن ميليشيا الحوثي تعرف بأنها لن تستطيع أن تحسم المعركة العسكرية لصالحها، وأنها كل يوم تفقد يعني مناطق، والمناطق التي تفقدها لا تستطيع استعادتها على الإطلاق. وبالتالي ليس أمامها لإيقاف الحرب عليها إلا أن يتم إيقاف الحرب من خلال يعني التدخل الدولي وتدخل المنظمات الدولية، ولن يحدث ذلك إلا إذا حدثت مأساة إنسانية داخل البلاد. ولهذا هل تتوقع أن تلتفت المنظمات الدولية فعلا؟ يعني نحن نجد صمت عجيب على ما يحدث الآن في صنعاء، يعني ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم هو أبشع، يعني تفتيش كل فتاة تحاول الدخول للجامعة، إهانة للمدرسات العاملات هناك، يعني أساتذة في الجامعة، فض أي تجمع حتى لو كنا 3 طالبات بوحشية وبطريقة سيئة. يعني كل هذا لا نجد أي تضامن لا من المنظمات القابعة بداخل صنعاء ولا من أحد من الخارج. ما هو تفسيرك؟ دعيني فقط أضع لك السبب الثالث وهو الهدف الثالث من وراء عملية التجويع، وهو تطيع المجتمع. تجوع الناس عندما تريد أن تسلم لهم أو 4 أشهر تشترط على الموظف المدني بأن أو الموظف العسكري بأن يلتحق أو يحضر ندوة تسمى ثقافية بالنسبة لهم. هذه ندوة يتم تكريس فيها مبادئ وقيم مذهبية طائفية متشددة، وبالتالي هي تستخدم الراتب وتستخدم الرغيف وتقوم بتجويع المجتمع من أجل تمرير ونشر فكرها المتطرف بهذه الطريقة. بالنسبة لسؤالك بخصوص المنظمات الدولية، يعني المنظمات الدولية للأسف ونقولها دائما تتدخل فقط لصالح جماعة الحوثي، وهذه هذا أمر واضح للجميع. ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية مارست يعني كثير من الانتهاكات، ربما اطلعت على قضية قصف يعني مركز للنازحين في الخوخة. نعم، وأيضا أمس يعني انتهاكات واسعة كما أشرتي، لكن للأسف المنظمات لم تتحدث نهائيا عن هذه الانتهاكات، وهذا أمر لافت بالرغم أن هذه الانتهاكات مجرمة في القانون الدولي وهي تدرك هذا الأمر جيدا. في المقابل عندما تحدث خطأ التحالف العربي تنبري هذه المنظمات أو تعلن هذه المنظمات خلال يعني اللحظات الأولى قصف طيران، وربما يكون خاطئ كما حدث في الحديدة في قصف المستشفى الثورة بالحديدة وسوق السمك، يعني أعلنت بأنها طائرات التحالف وفي النهاية اتضح أن القصف كان من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وبشهادة قناة المسيرة نفسها التي أظهرت قذائف الهاون. القصد هنا هذه المنظمات هي أسيرة
هي أسيرة ميليشيا الحوثي لأنها موجودة في صنعاء، وهذا قلناه مرارا. ميليشيا الحوثي اخترقت هذه المنظمات عن طريق وجود يعني موظفين أو عناصر حوثية تعمل لصالحها في هذه المنظمات، وهم ينتمون إلى السلالة التي ينتمي إليها عبد الملك الحوثي. وهذا يجب أن نقولها بكل صراحة وبدون أي تردد أو خجل. والأمر الآخر، الموظفين الدوليين سواء كانوا من جنسيات عربية أو جنسيات غربية، هؤلاء يعني يحرصون على عدم مواجهة الحوثيين لأنهم يحافظون على وظائفهم. هذه الوظائف تدر عليهم أموال كبيرة جدا لن يحصلوا عليها في أي مكان آخر، ولهذا هم يلتزمون الصمت ولا يريدون الدخول في مواجهة مع ميليشيا الحوثي حرصا على أعمالهم، وليس فقط عشان عيون اليمنيين ومساعدة اليمنيين. المسألة هناك أموال يحصلوا عليها، وبالنهاية بشر يحرصون على رزقهم مثل أي مواطن آخر أو مثل أي شخص آخر. أوكي نعم، نعرف أنهم أن المنظمات الدولية هذه تقدم مساعدات لليمنيين، هذا أمر معروف ولا ننكره، لكن على المستوى الإنساني والحقوقي هي تشترك بشكل كبير جدا في دعم الحوثيين من خلال التستر على الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي. ولولا هذا التستر لما يعني مارست ميليشيا الحوثي وهذا الإرهاب بكل يعني فجاجة وبكل عنف. نعم، إذا اسمح لي أستاذ همدان، أنت والأستاذ محمد، أن نستمع لشهادة إحدى الأخوات اللي كنا مشاركات في احتجاجات جامعة صنعاء بالأمس. أم ألين من صنعاء، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. أتمنى أيضا أن ترفعي صوتك قليلا. أود أن تحدثيني عن يعني برأيك ما هو سبب خوف الميليشيا من مجرد مظاهرات سلمية تم الإعلان عنها سابقا، وأنها فقط تندد بالجوع بالأوضاع السيئة التي وصل إليها الناس. عيد السؤال، أعتقد أنه سبب. نعم، أود أن يعني برأيك يعني ما هو سبب خوف الميليشيا من هذه المظاهرات السلمية التي طالبتم بالخروج أو حاولتم المشاركة فيها، والتخويف الشديد الذي حصل لكل من فكر بالمشاركة في هذه المسيرة. نعم، في البداية أرحب بكم جميعا وحديثكم. في أكتوبر لم نكن نتوقع أن يحدث ردة الفعل، لكن حين حدثت ردة الفعل فكان من الطبيعي أن نستنتج أن إدارة الحوثي وصلوا إلى مرحلة ضعيفة جدا، وردة فعلهم هذه عبرت عن ثقتهم، فهم خائفين وخوفهم هذا ناتج عن قناعتهم بأنهم قد أوصلوا الشارع إلى مرحلة من الصدق والغضب، لأنه ممكن المظاهرة السلمية تتحول إلى يعني إلى انهيار كامل لجماعتهم. فأنا باعتقادي وبتصوري أن ما مارسه الحوثي من رد فعل سيئة هو يعبر عن مدى ضعفهم الذي قد وصل إليه في المرحلة الأخيرة، خصوصا أن ممارساتهم السلبية أصبحت يعني كيف أقول، أصبحت بشعة ومروعة للوسط للشعب اليمني الخاضع لحركة الحوثي. نعم، إذن بالتأكيد تابعتي ما حدث اليوم من انتشار أوسع لتفتيش الطالبات وإهانتهن أيضا وسحب تلفوناتهن، وكذلك أساتذة الجامعات. كيف تابعت الأمر؟ طبعا ما حدث انهم جماعه الحوثي قاموا بحركه يعني مركبه، احنا بس رتبنا وضعنا في الفيسبوك وكذا وعبر التواصل الاجتماعي، وهم قاموا بتركيز عمليه عسكريه بحكم انهم يمتلكون الدوله ويمتلكون الامر الفعلي الذي هو القوه العسكريه، فقاموا بنشر قوتهم في جامعه صنعاء ونشر قوه في التحرير واي منطقه او اي مكان قد يحتشد فيها انفراديا، مع انها كانت مظاهره سلميه. فقاموا بقمع الطالبات في جامعة صنعاء، وذلك قد يلتقى في عدة قنوات في فيديوهات قصيرة. أما في التحديد فلم نتمكن من توثيق أي فيديو أو حتى صورة، لأنهم باختصار كانوا متربصين لنا، فأي واحد يحمل تليفونه أو مجرد أن تهبط وتقع قدميك على ميدان التحرير فإنهم يظلون عليك كذا بالضرب والسب ويقبضون عليك،
وتختفي في سجوننا طبعا. وانا من اولئك الذين كنا في منطقه التحرير والتي وصلت ايضا الجامعه وشاركت جزءا من المجرى ايضا. قال وهناك اخبار تسببت البارحه انهم هجموا على حصار طالب وحدثت اشتباكات وصنعاء اطلاق نار. فالوضع مؤسف مقبل ولا زالوا الان الحوثي يتابعون اجراءاتهم العسكريه وتتبعون الاشخاص الذين خرجوا الذين كان لهم تاثير او الذين حفزوا خروج هذه المظاهره السلميه التي لم نقل فيها شيئا او لم يسمح لنا ان نقل فيها شيئا. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أم إلين، إحدى المشاركات في احتجاجات جامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. يعني ابقى معي أستاذ حمدان، سأعود فقط للأستاذ محمد العرشاني. هناك من كان يتساءل أستاذ محمد، في ظل هذا الحراك ولو الخفيف الذي حاول الناس القيام به، لما لم يتم التحرك في الجبهات العسكرية بالتوازي مع أي حراك شعبي على الأقل يشعر أن هناك من يساعدهم وسينتصر لهم؟ دعيني أعرج في حديثي. ونحن نعيش هذه الأيام في الذكرى العظيمة لثورتي 26 من سبتمبر الخالدة وثورة 14 أكتوبر، الثورتان العظيمتان، الثورة 26 من سبتمبر التي كانت على المستبد الداخلي، وثورة 14 من أكتوبر التي كانت ثورة على المستعمر الخارجي. وما نعيشه اليوم من ظلم وعسف وهضم لحقوق الناس وسياسة التجويع والإفكار هي ما كانت تمارس على الشعب اليمني قبل هاتين الثورتين. والحل كما أراه أن ننتهج منهج الأحرار الذين وضعوا لنا الخطوط الكبرى والمعالم التي نسير عليها في طريق الثورة ضد الظلم والظالمين، ثورة الزبيري والسلال والنعمان والثلاية وعلي عبد المغني وغيرهم من ثوار اليمن الكبار، هم وضعوا لنا المعالم الكبرى في ثورتنا هذه. وإذا قرأت شعر الزبيري وكأنه يتكلم في وقتنا الحالي حينما يقول: ما لليمانيين في نظراتهم بؤس وفي لحظاتهم آلام، فقر وظلم فقر. نعم أستاذ محمد، دعني أستغل وجودك معي. وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام. نعم دعني أستغل وجودك معي، لم يعد لدي المزيد من إلى أن قال في شعره: يا قوم هبوا للكفاح وناضلوا، إن المنام عن الزمام حرام، مسنودة لن يبرح الطغيان ذئبا ضاريا ما دام يعرف أنكم أغنام. أستاذ محمد، لما يطالب من الناس الذين لا يملكون قوت يومهم أن يهبوا ولم تهب الحكومة الشرعية مسنودة بالتحالف لمساعدتهم والتحرك في الجبهات في شمال صنعاء؟ يعني أنت رئيس المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء، أي مقاومة بالضبط؟ وهي لم تستطع إسناد من حاولوا التحرك للوقوف بوجه هؤلاء. بالنسبة للجبهات وما يحدث في الجبهات وما تقوم به الحكومة الشرعية، تقوم بجهد مشكور وتقوم بعمل عظيم، ولكن ليس يعني كل ما يراد وليس كل ما يطلب. فهناك مهام عظيمة وجسيمة تجاه الحكومة الشرعية، تجاه رعاياها، تجاه وطنها، تجاه أبنائها، تجاه الشعب اليمني بأكمله. ولكن أظن أنه قد بلغ الأمر إلى حد عدم الاستطاعة أو ضعف الاستطاعة لديها. أما أن نقول أن الحكومة لم تؤدي واجبها، فإن الحكومة في هذه الحالة التي وقعت على الشعب اليمني حالة استطام مع مؤامرة كبيرة على شعبنا من الداخل ومن الخارج. نعم وصلت الفكرة أستاذ محمد. الحكومة والشعب اليمني اصطدموا، ولكن يجب أن يقوم الجميع بواجبهم. إذا شكرا جزيلا لك. الحكومة الشرعية واجبها شكرا أن توفر جزيلا لك لقمة الخبز للناس العرشاني، أن تعمل على منع تدهور العملة. وصلت الفكرة، نعم وصلت الفكرة. شكرا لك محمد العرشاني رئيس المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. عودة إليك أستاذ حمدان. أستاذ همدان، يعني موجة العنف والفحشية التي يعني تقوم بها الميليشيا والذي ربما تحدثت به معنا الأخت من صنعاء، يعني ألا يعكس خوف الميليشيا من صوت ونقمة المجتمع أيضا عليهم وأن يمكن أن يشكلوا فعلا حراكا ضدهم؟
بالتأكيد الميليشيا الحوثي تعرف جيدا بأن الناس لو خرجوا في وقت واحد ولو بشكل عشوائي لن يصمدوا حتى يوم الواحد حتى وإن كان بسيطا في بداياته، لأنه يعني خوفا من كسر حاجز الخوف عند الناس. إذا ما خرجت جماعة بسيطة واستمرت في الاحتجاجات سيلتحق بها الناس، ولهذا تمارس يعني قمع مفرط تجاه من خرجوا رغم سلبيتهم ورغم قلتهم ورغم أيضا يعني حتى يعني على الأشخاص الذين لم يشاركوا في هذه الاحتجاجات، ولكن لإظهار البشاعة والجرم، وبهذا الشكل يتم إرهاب الناس. ميليشيا الحوثي تختلف عن أي نظام أو جماعة أو سلطة ديكتاتورية. هذه السلطة الديكتاتورية في أي مكان في العالم عندما تمارس الإرهاب والقمع والتنكيل بشعوبها تمارسه بالخفاء، لا تعلن عنه يعني خوفا من على سمعتها وعلى المساءلة. لكن ميليشيا الحوثي تختلف عن هذه السلطة الديكتاتورية والجماعة الديكتاتورية، لأنها تعرف بأنها لن تستطيع قمع الناس إلا إذا أظهرت بشاعتها وإلا إذا أظهرت جرمها، وهي تظهر جرمها وهي مطمئنة بأن الناس لن يستطيعوا محاسبتها على المستوى القانوني، لأنها في النهاية جماعة مسلحة عصابة. نعم. لكن هل تعتقد وأن الحل الوحيد وأن الحل الوحيد معها تعتقد الناس تدركوا ذلك هو الحسم العسكري، والحسم العسكري ربما يعني هناك من يمنع ذلك من دول العالم، وهذا ما يجعلها يعني مطمئنة تمارس أبشع أنواع الانتهاكات يعني بكل صراحة بكل وضوح وبلا تردد وبلا خجل، لأنها تعرف أنها لن تخضع لأي حساب وستفلت من العقاب. نعم، هل تعتقد أن الناس سيصبرون أستاذ همدان على كل هذه الوحشية، على الجوع، خاصة وهم يشاهدون يعني طرف آخر من الحياة تعيش فيه الميليشيا؟ هناك طرف حقيقي، هناك يعني أموال باهظة يعيشون بها، سوق سوداء، عمائر جديدة، فيلل جديدة، سيارات بموديلات حديثة. هل سيظل الناس يرون أولادهم يموتون جوعا ويرون أنفسهم وصلوا إلى أدنى مستويات الفقر؟ هل تتوقع أن يستمر إخضاعهم بسلطات القهر والقوة بهذا الشكل؟ أنا شخصيا لا يعني لا ألوم الناس في الداخل، وإن كانوا مطالبين بكثير أو بعدد من الإجراءات التي تبقي جدوة المقاومة في دواخلهم، في أسرهم، في مجتمعاتهم يعني متقدة كي لا يتعايش الناس مع السرطان الحوثي أو مع المرض. الإشكالية اليوم والخوف اليوم أن يتعايش الناس مع المرض، وبالتالي ينتقل المرض أو الفكر المتطرف إليهم بكل سهولة. لكن إذا بقي الناس يعني يرفضون ميليشيا الحوثي حتى وإن كان بصمت، هذا يجعلنا يعطينا فرصة كي نتحرر خلال الفترة الماضية. أنا لا ألوم الناس، لكن هم مطالبون بأن يستمروا في مقاومة الحوثي، ولو مقاومة ذاتية، مقاومة من حيث الفكر، مقاومة في المدرسة، مقاومة في الشارع، مقاومة في المجلس، مقاومة ليس شرطا أن يخرجوا بالسلاح، وإن كان هذا يعني أمر ربما قد يكون لمصلحتهم، لأنه في النهاية سيموت في بيته واستطاعته أن يموت وهو يعني أنا من المعيب أن أتحدث يعني بهذه النقطة تحديدا، لأننا في الخارج ولا يجب أن نحرض الناس للخروج والموت، ولكن أقصد أن هناك ليس ذنبي أني خرجت رفضت الحوثي في البداية وخرج، ليس ذنبي، وليسوا مطالبين بأن يخرجوا بسلاحهم وأن يودوا أنفسهم إلى التهلكة، لكن يجب أن يعلموا أنهم سيموتوا في بيوتهم، وإن كان الأمر ولا بد بأنهم سيموتوا بلا شك في بيوتهم، يجب أن يموتوا وهم أحرار. نعم، لكن أستاذ همدان يعني ألا يفترض أن تلتقط مثل هذه الالتقاطة وتقع يعني ألا تقع على عاتق الحكومة أيضا مسؤولية؟ خرج الناس في تعز يرددون باسم هادي على يعني ومساندته، وأنت تعلم وضع تعز ومدى النكران الذي حصل لها في صنعاء. كان هناك شرارة لم يتم التقاطها بالصورة التي يعني على الأقل يشعر الناس أن هناك من يعني يحزن لأجلهم، من يعيرهم اهتماما، من يناصرهم في قضيتهم. نحن من في الخارج ومن في الداخل أيضا يعولون بشكل كبير على من في الجبهات، ولولا بعض الحسابات السياسية التي المتأثرة بشكل
يعني كبير بالضغوطات الدولية لكان الوضع مختلف، لكننا ما زلنا نؤمل بأن رجال الجبهات هم من سينقذ اليمنيين، هم من سيؤمنوا جيل يعني حياة الجيل القادم من اليمنيين. يعني نتمنى أن تمر هذه المرحلة التي فيها شيء من عدم الوضوح يعني للانتقال إلى مرحلة يتم فيها حسم المعركة لصالح اليمنيين ولصالح دول الإقليم ولصالح العالم أيضا، لأنه بقاء ميليشيا الحوثي هذا يضر اليمن ويضر الإقليم ويضر العالم. وأعتقد أن هذا الأمر ليس خافيا على كثير، ولكن هناك حسابات سياسية قد لا ندركها لأنها يعني ناتجة عن ضغوطات دولية لا نشعر بها، لكن في النهاية نحن نطالب بأن يتم حسم المعركة ويعني استعادة البلاد، لأن لا حل لليمنيين، لا حل نهائيا إلا بحسم المعركة وتطبيق القرارات الأممية ومخرجات الحوار الوطني. هذا إذا كنا نريد أن نحافظ على اليمن ونحافظ على الاستقرار في شبه الجزيرة العربية والمنطقة ككل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، وتنضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتورة وسام باسند والناشطة الحقوقية من جدة. مساء الخير دكتورة وسام. أهلا مساء الخير. أهلا بك دكتورة. كيف تتابعين الوحشية التي تتعامل بها ميليشيا الحوثي مع صنعاء ومع الطالبات الجامعة خلال أمس واليوم؟ يعني الوحشية هذه احنا متوقعينها ومتعودين عليها من هذه الجماعة بأسباب عنصرية طائفية، بالأسباب أخرى تتعلق بتعمد امتهان وإهانة المرأة. الأهم أنه إن كنا نحن نعرفها وكان البعض ممكن يشكك فيها، التهديدات التي صدرت قبل خروج المظاهرات كانت واضحة جدا أنها تتعمد إهانة المرأة وتتعمد تهديد المرأة تحديدا، لأنهم خبروا خلال الفترة السابقة أنه هذه المظاهرات يتقدم صفوفها النساء، ودور المرأة اليمنية في الثورة واضح منذ بداية 2011 إلى الآن. فكل ما يحدث كان متوقع، بالإضافة إلى أن قسنا وقارنا ما بين الطريقة الوحشية التي قمعت بها المظاهرات في صنعاء أو تقمع بها المظاهرات في صنعاء والطريقة الوحشية التي يتعامل بها نظام الملالي في إيران مع المظاهرات أيضا تخرج من نفس الأسباب السياسية والاقتصادية وحتى العرقية. فهي نفس الارتداد وبنفس الطريقة ونفس الآليات، فهذا كله كما قلت لك أمر متوقع. الغير متوقع أو حتى المفاجئ وكنا نتوقعه لكنه فاجأنا أكثر، يعني كل مرة يؤكدوننا المنظمات الدولية التي تتباكي على الحالة الإنسانية ثم لم تسمع لها صوت باعتقال، بينما لخبر بسيط يخص بعض الناشطين في دول أخرى فورا ما أصدروا بيانات التنديد والإدانة، بينما اعتقال كل هذا العدد من الناشطات في اليمن لم يرقى لهم. ما هو تفسيرك أستاذة الدكتورة يعني غياب المنظمات الحقوقية عما يحدث في مناطق سيطرة الحوثي على عكس ما يحدث في المناطق المحررة أو حتى ضربات التحالف والتي هي مدانة بطبيعة الحال المستهدفة للمدنيين، ولكن نجد إن حدثت حادثة واحدة نجد آلاف البيانات ووقوف وتحليلات، ولكن لا نجد أي صوت حقيقي يقف مع من يتعرض لانتهاكات ميليشيا الحوثي؟ طبعا نحن نحاز الإنسان اليمني المظلوم المقهور المساء له في أي مكان، ولا نميز بين الفاعلين، يعني أي كان الفاعل فهو مدان. ما تتحدث به صحيح يعني، ونحاول نجد له تفسيرا كما قلت غياب دور المنظمات الحقوقية الدولية، وهذا أصبح معروف منذ تقاريرهم الأخيرة، لأنه للأسف الشديد المكاتب التي موظفينهم في المكاتب التي يداروا منها سواء من صنعاء أو من بيروت، يعني طواقم من السكرتارية معروف انحيازهم الجماعة الحوثية ومعروف انتمائهم المذهبي، وإن حاولوا أن يبدوا الاعتدال والحياد لكن معروف أنه حياد إيجابي لصالح الجماعة سلبي لصالح من عداهم.
نعم، إذا الحكومة الشرعية لا يفترض أن يكون لها أيضا موقف مما سمي بثورة الجياع وتململ الناس من حكم الميليشيا؟ ويعني كيف تفسري أيضا هذا الغياب، يعني اعتقال 30 ناشطة أو بمعنى أصح اختطاف 30 إن لم يكن أكثر، وحتى الآن يعني بعض أهاليهن مسجونين بالنيابة عنهن بعد توقيعهم بعض التعهدات بألا يمارسن أي نشاط آخر؟ يعني نحن في معركة يفترض أن تلتقط مثل هذه التحركات ولو البسيطة. يعني خلينا في شقين ممكن لو تسمحي لي الإجابة أو مستويين. المستوى الأول وهو موقف الحكومة الشرعية مما يجري في صنعاء. يعني خلينا نكون صريحين وواضحين. يعني أخو الرئيس شخصيا معتقل وله أكثر من عدة سنوات معتقل، وهذه الجماعة يعني ناشد كل المنظمات الدولية وفي كل المفاوضات يطرح وفي كل عملية تسوية يطرح اسمه ولم يجري إطلاق سراحه. هذه الميليشيا أقصى ما تستطيع الحكومة، يعني البلد كلها اغتصبت ولم نستطيع إلى الآن استرجاعها منهم. خلينا نكون صريحين، ما يحدث أقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة الشرعية أو الدولة أن تناشد المنظمات الدولية وأن تندد وأن تدين، لكنها على الأرض وعلى الواقع لا يمكنها أن تفعل شيء. نعم، طيب حتى هذا المستوى الذي تتحدثين عنه لم يحدث، يعني لم نستمع لا تنديد ولا بيان ولا أي شيء، يعني هو كان أضعف الإيمان كما قلتي. يعني خليني أقول لك أنا جاوبت في الشق الذي يمكن أن أحلل من خلاله، لكن لا أستطيع أن أعطي إجابة قاطعة لأني لست جزءا من الحكومة. نعم، في جزء من التحليل هذا ما أفهمه. على المستوى الثاني خلينا نتكلم أنه هناك في ثورة جياع أيضا خرجت من محافظات أخرى، بعضها يطبع للحكومة الشرعية والبعض يستغرب مواقفنا، وأنا هنا أحب أبرر لنفسي شخصيا أنه لماذا تدونون هذه المظاهرات في مناطق أخرى أو تشككون فيها بينما تقبلونها في مناطق سيطرة الحوثيين. نحن لا نتخط، أنا عن نفسي لا أتحدث بخطاب مزدوج، لكن خلينا نكون إحنا صحيح السلطة الشرعية تسيطر على 70% من الأرض الآن بينما الأقل من 30% مع الانقلابيين، لكن فيما يتعلق بالثروات وثروات الدولة 70% وأكثر من 70% بيد الجماعة الحوثية. هذا كثير من الناس لا يستوعبونه. يعني خلينا نقول بناء الحديدة هذا ما زال يدر عليهم العوائد، المنظمات الإنسانية التي تقدم لهم المساعدات التي يبيعونها بالسوق السوداء أيضا لا زالت في أيديهم ويتلاعبون بها، بالإضافة إلى أنه الأزمة في داخل صنعاء هي أزمة الغاز والمشتقات النفطية أزمة في معظمها مشتعلة، بمجرد ما انطلقت المظاهرات عطلت صنعاء بالغاز والنفط لأنه هذه الجماعة تتاجر بهذا الموضوع تتاجر. لكن اسمحي لي دكتورة يعني أخالفك في هذه النقاط، يعني مسألة الثروات أيضا في مناطق الشرعية هناك ثروات مهولة، النفط والغاز والموانئ لم تستغل، مسألة الدولار الذي ارتفع على اليمن بأكمله، يعني هذه نقطة. هذا لا أنا أعفي، لا أعفي الحكومة من مسؤوليتها، لكن أنا أقارن مستوى تناسب ما بين الحالتين. يعني تتكلم عن جماعة تسيطر على صنعاء وبعض المناطق الأخرى والتي تمتلك 70% أكثر 70% من ثروات الدولة، بينما وكمان نقطة مهمة جدا أن الجماعة الحوثية في كل منطقة دخلتها وتمددت فيها في حربها منذ اجتياحها الجنوب هي دمرت مؤسسات الدولة في المناطق التي دخلتها، بينما أبقت على المؤسسات قائمة في صنعاء. هذا أيضا من المناطق القوة من أمور القوة التي لا يراها البعض، أبقوا على مؤسسات الدولة في صنعاء تحت سيطرتهم، وبالتالي هذا أيضا يعطيهم عنصر قوة خارج إنه في المناطق التي يعني حررتها الحكومة الشرعية استلمت دولة منهارة بالكامل، وللأسف الشديد فشلوا كمان في إدارة الموارد فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني جاء الآخر يعني جاء نعم. إذن هل تتوقعي في ظل هذا الترهيب وهذا التخويف وهذه التهديدات التي يعني تأتي قبل حتى أي فكرة لمسيرة أن يستمر الناس في احتجاجهم أو في غضبهم في ظل كل هذا الوضع؟ يعني خلينا بوضوح كده انه في نقطتين يعتمد عليها الحوثيين في استمرار بقائهم حتى الان، انه الناس يخشون على امرين، على قوت يومهم وعلى الامن، يخشون ان يفقدون الامن النسبي بين قوسين المتحقق لهم من عمليه استقرار على الاقل في صناعه تعودوا واعتادوا عليها، وانه يجد قوت يومهم. يقول لك معظم الناس من تبقى في صناعه يقول لك اين اذهب، يعني الى اين اذهب؟ فنحن محافظين عليها. هذه النقطتين لو انضربت، الأولى انضربت الآن بغلاء الأسعار وزاد المشتقات النفطية، الإنسان ضرب في قوت يومه، والنقطة الثانية إذا فقد أمانه، يعني إذا خرج مطالبا بأي شيء سيضرب وسيشتد، لا يأمن على النساء وأصبح لا يأمن على النساء، والمرأة لا تأمن على نفسها، الطالبة في الجامعة لا تأمن على نفسها، فعلى ماذا سيراهنون؟ يعني ماذا تبقى ليراهنون عليه؟ لا يمكن أن يستمر حكم بالعنف والقوة وهو مرفوض شعبيا إلى هذا على هذا النحو.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية الدكتورة وسام باسند، وكنت معنا عبر الهاتف من جدة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.